Hey everyone, welcome to another Arab Sounds video. Today we present to you our selection of 50 unforgettable Arabic hits of summer 2023. And we're kicking things off with an absolute banger that dominated the season, Ikhtiyarati by Egyptian singer Ahmed Saad. Ikhtiyarati mdammara hayati hayati Ikhtiyarati mdammara hayati بحال شي ما قال انا بتمايل على قلبي انا بتمايل مشغوله يا شغل لي علي خاينة بدات سحور نمج عمار طلع لي قلبها بالشرع عمار حلفة جديدة ساعة بتتقال كم بيبي كم وساعة كده شطة كم بيبي كم وانا بحاول بس مش فاكر اسمها أصلا سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرب ميت اذا يا زرزور اعطيني جناحك نضر ويا سيد الرحال وراني جاي نزور يلا بينا نعيش شوية لسه السنين الحلوة جاية يا ما تيقت الهدرة اللي قلو بركي حيتي لي الفلو ورايا 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 طيار ولا بابور هو بقى احنا نجيب له ليمون نعناع وين
سهلك الجمده بس معايا سيبه كانت عقلي يا جيا جيا دعوتني جيا يا جيا جيا was our selection of the hottest Arabic summer hits of 2023. Let us know in the comments down below which song was your favorite. Thanks for watching and see you in the next video. Yalla bye!